في الفترة الأخيرة كان في كده أكتر من اسم، أنا مش هسمي أسماء، لكن هو أكتر من اسم، أكتر من حالة عليهم علامات استفهام جوه التيم بتاع النادي الأهلي. يعني ناس تشوف إمكانياتها في الكورة محترمة جدا، لكن مردودها مع الفريق مش أحسن حاجة. ناس ممكن تشوفها في مباراة في قمة مستواها، المباراة اللي بعدها تلاقي مستواها مش على نفس المستوى. ناس ممكن تلاقي ان دورها في الملعب مش بتأديه، رغم انها بتمتلك امكانيات ومهارات وقدرات خاصه جدا، لكن الدور بتاعها مش فعال بالشكل الكافي. انا عارف طبعا ان الجهاز بيتكلم، يعني بالتاكيد الجهاز طبعًا. بيتكلم مع كل لعيب بشكل منفرد بالزبط. وبيحاول يطلعه من ده ويستغل اقصى طاقه عنده، لكن اللعيبه بتكلم بعض. يعني انت في تيم النادي الاهلي ممكن لعيبه تتكلم مع بعض، تطلع لعيب من حاله معينه، تدي له نصايح معينه، تحاول تساعده جوه الملعب وبره الملعب عشان يطلع من الـ من الـ من الحاله اللي ممكن يكون هو فيها. تاكد ان ده موجود، ما كانش هيبقى من الجهاز الفني او عن طريق كابتن سيد، لان كابتن سيد برضه ليه دور كبير في العامل النفسي والكلام ده كله، ان هو اللعيبه اللي موجوده هتلاقيه عن طريق اللعيبه اللي هم مش عايز اقول الكبار، اللعيبه القدام اللي في الفرقه. دي سمه موجوده من زمن الزمن، ان اللعيبه القديمه دايما لما بيبقى في لعيبه جديده او في لعيبه بتبقى الحاله بتاعتها مش مظبوطه، تاكد تماما ان في الناس بتكلمها. هو انا بشوفها ان اللعيب نفسه لازم يبقى عنده طب خليني بس اقول كابتن حسين، دي لقطات من ملعب الاهلي والسلام طبعا اللي حضراتكم شايفينهم دول، لعيبه سوني ديب ده التمرين الاساسي بتاعهم قبل مواجهه النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله، ودي لقطات بس يعني مباشره من ملعب الاهلي ويا السلام. اتفضل كابتن حسين. بقول لحضرتك ان اللعيب نفسه القدام. عليه لا اللعيب نفسه كمان لو الجهاز بيكلمه او مدير الكره بيكلمه او انت لعيب نفسك، انت من نفسك اللعيب نفسه لازم يحاول ان هو يبقى عارف هو واقف فين وهو عايز يوصل ليه. دي شيء مهم جدا للعيبه اللي هي عايزه الاستمراريه او عايزه النجاح دايما والكلام ده كله، زي ما بنقول ان انت لازم يبقى لك هدف. ما هو